عندما نسمع كلمة طيور فغالباً ما يخطر ببالنا نوعان، تلك الطيور المسالمة والجميلة أو الجوارح الخطيرة التي لا نرغب أبداً بلقائها. لكن في الحقيقة عالم الحيوانات متنوع بشدة، لدرجة أن بعض أنواع البوم قد تصنف خطيرة. سنتعرف اليوم على أخطر أنواع الطيور في العالم وبعض الحقائق عنها والتي قد يكون بعضها صادماً. الباز أحمر الذيل. الباز صاحب الذيل الأحمر هو طائر جارح يتواجد في أمريكا الشمالية، ولا يزيد وزنه عادة عن كيلوغرام ونصف، بينما يبلغ طول جناحيه عند فرده ما بين 800 سنتيمتر ومتر وخمسة وأربعين سنتيمترا. ويكون الذكر عادة أضخم من الأنثى، ويفضل الطائر العيش في الأماكن المفتوحة. وأهم ما يميزه هو الجوانح العريضة والذيل الأحمر القصير. ومثل أي طائر جارح فإن مخالبه قوية جدا، وهذا ما يجب أن يدفعك إلى الخوف منه، خاصة أن هذا الطائر يدافع عن نفسه ومواطنه بشراسة، كما أنه يصبح عنيفا إذا شعر بالخطر ويهاجم بمخالبه الحادة التي قد تسبب جروحا خطيرة. يعرف الباز عموما بذكائه الحاد، فعند تحليق الطائر يستطيع التعرف على ضحاياه من مسافة بعيدة، فيمسك أعداءه بمخالب من خلال حركة سريعة وخاطفة، ويحطم ضحيته حتى الموت. البوم الثلجي. هو بوم كبير الحجم، ومن السهل تفريقه عن أنواع البوم الأخرى جراء لونه الأبيض وعينيه الصفراوتين والبقع السوداء على بطنه، وهو يفضل بالطبع العيش في التندرا القطبية. يزن هذا الطائر بين كيلوغرام إلى ثلاثة كيلوغرامات، بينما يصل طول جناحيه إلى متر ونصف، مما لا شك فيه أن البوم الثلجي يعتبر البشر خطراً يهدد حياته، بينما لا يملك الكثير من الأعداء المفترسين، باستثناء الثعالب القطبية والذئاب وطائر الياجر، والذي ينتمي لمجموعة طيور الكركر. ويشتهر البوم الثلجي أيضا بالدفاع عن منطقته بشراسة. كالكثير من الطيور يعتمد البوم الثلجي على مخالبه الحادة كالشفرة، ما يمكنه من إبعاد مفترسيه. أما بالنسبة للبشر فقد سجل أن هذا الطائر غالبا ما يستهدف الرأس والعينين، وإن أصابك في عينك فستصبح في حالة حرجة جدا، حيث يهاجم الرأس ويحاول اقتلاع عيني فريسته. وباستطاعة البوم الثلجي تحمل درجات الحرارة المنخفضة جدا، والتي قد تصل إلى سالب 45 درجة مئوية تحت الصفر. نسر أبو ذقن. يعرف هذا الطائر بأسماء عديدة كالبلح والستل، وهو واحد من أقدم الجوارح على وجه هذا الكوكب. يصل وزن هذا الطائر إلى 7 كيلوغرامات، وتتراوح المسافة بين جناحيه عند فردهما ما بين 230 سنتيمترا إلى 280 سنتيمترا، أي أطول من معظم البشر. يستوطن هذا الطائر المناطق الجبلية في جنوب أوروبا وأفريقيا، وكذلك في قارة آسيا. يسمح طول جناحيه الضخمين بالتحويم في المناطق الجبلية والجبال الشاهقة، وعندما لا يعثر على غذائه يعتمد على حمية غذائية غريبة، إذ يتناول الجيف والعظام، وليس العظام الصغيرة فقط، بل يستخدم تقنيات ذكية لتحطيم العظام الكبيرة، فيقوم بحملها وإلقائها من مرتفعات شاهقة على الصخور الصلبة، مما يؤدي إلى تكسر العظام، وهذا ما يتيح له تناول نقي العظام بعد كسرها. ويستخدم تقنية الإلقاء من ارتفاع شاهق على ضحاياه أيضا. بإمكانه مثلا حمل سلحفات إلى مسافات شاهقة ورميها على الأرض، وهذا ما يشكل خطرا على البشر المتواجدين في أماكن وجود هذه الطيور، حيث ذكرت عدة مرات حوادث وقوع جيف على البشر ما أدى إلى إصابات خطيرة جدا. البومة المخططة. هو طائر جارح أيضا وكبير جدا، ويشتهر برأسه المدور، وينتشر في أمريكا الشمالية. تفضل البومة المخططة العيش في الغابات والأماكن المشجرة، وعلى الرغم من أنها أصغر من الجوارح الأخرى لكن المسافة بين الجناحين قد تصل إلى متر كامل، كما أن وزنها يتراوح بين كيلوغرام وكيلوغرام ونصف تقريبا. وتعتبر البومة المخططة من الكائنات الليلية، أي أنها تنشط وتصطاد في الليل
فقط. ما يثير الاهتمام في حياة هذا الكائن هو أسلوب تحليقه، فبإمكان البومة المخططة التحليق بدون إصدار أي صوت عبر الغابات الكثيفة، وذلك بسبب ميزات خاصة في ريشها. ولهذا السبب يعتبر الكائن خطيرا على البشر، خاصة إذا ما جرى إزعاجه، حيث يصبح شديد العدوانية، فإنك لن تستطيع سماع البومة المخططة عندما تقرر مهاجمتك من الأعلى، وهي أيضا تستهدف الرأس عبر مخالبها، ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة. وقد ذكرت عدة حوادث هاجمت فيها البومة المخططة البشر المتجولين والرحالة في إقليم الشمال الغربي الهادئ في أمريكا الشمالية. البجع الأخرس. يتميز البجع الأخرس أو التم الأخرس بلونه الأبيض وعنقه الطويل اللذان يكسبانه مظهرا رائعا، لكن التم الأخرس هو نوع مختلف من البجع، حيث يمتاز بوزنه الثقيل الذي يصل إلى حوالي 12 كيلوغراما، والمسافة الكبيرة بين جناحيه والتي تصل إلى مترين ونصف تقريبا. يعيش الطائر في المجاري المائية والأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة، وقد يدفعك شكله الجميل إلى اقتراب منها، لكن هذا الطائر لا يعتبرك صديقا، إذ يتقدم نحو البشر مصدرا صفيرا خاصا، ولن يتردد أبدا في ضربك بجناحيه القويين. كما أن التم الأخرس يدافع عن منطقته بشدة، لذا هو خطير جدا تحديدا على الأطفال، إذ قد يتمكن الطائر من كسر العظام إذا ضرب بجناحيه القويين. على الرغم من أن الطائر يعيش بشكل أساسي في أوراسيا، لكنه متواجد أيضا في أجزاء أخرى من العالم. السمك الشمالي الكبير. ينتمي هذا الطير لفصيلة الطيور الغواصية، ويسمى أيضا بالغواص الشائع، وهو خطر حقا، إذ يعيش في البحيرات أو غابات التايجا. يتراوح طول الطائر ما بين 60 إلى 100 سنتيمتر، بينما تبلغ المسافة بين جناحيه عند فردهما نحو 150 سنتيمترا. أهم ما يميز هذا الطائر عن باقي الطيور هو منقاره الأشبه بالرمح الحاد. تقضي هذه الطيور المهاجرة فصل الصيف في البحيرات، بينما تهاجر في الشتاء جنوبا نحو سواحل المحيطين الأطلسي والهادئ. يعتبر هذا الطائر خطيرا بسبب منقاره أولا، وبسبب قدرته على تحديد أهدافه، إذ يهاجم الرأس أو الرقبة تماما مثل الجوارح الأخرى الكبيرة. العقعق الأسترالي. يعتبر أيضا واحدا من الطيور الخطرة، وعلى الرغم من أن موطنه الأصلي هو أستراليا، لكنه يعيش في أماكن أخرى، ويفضل تحديدا الحقول والمروج والمنتزهات والحدائق. ففي فصل الربيع تبدأ فترة التعايش، ويصبح طائر العقعق الأسترالي عدوانيا جدا من أجل حماية العش. طبعا يمتاز هذا الطائر بلونيه الأسود والأبيض، والمشكلة أنه يعيش في أماكن مأهولة بالبشر كالشوارع والمنتزهات، ما يدفعه للدفاع عن عشه بضراوة، خاصة أنه قد يسبب إصابات وجروح بالغة في العينين. وأنت، هل تعرف أنواعاً أخرى من الطيور الخطيرة؟